لازم اروح نادي الزمالك اكيد. احكي لي الزمالك هيشتري مين، هيسيب مين، كل التفاصيل اللي تخص بقى القصه بتاعت اوباما، هيخرج ولا مش هيخرج، هل محمود علاء هيرجع ولا لا. المايك معاك. طيب خلينا نبدا صفقات الزمالك. هل الزمالك محتاج لصفقات؟ المدير الفني مش طالب اي صفقات غير مهاجم. هو شايف ان العدد كمان زياده. خلال فترة الانتقالات الصيفية كريم فيريرا اتكلم مع الزمالك ان انا عايز ادرب 23 لعيب بس، وده اللي كان عامل ازمة في اختيار الصفقات ان العدد كبير. لكن على ارض الواقع دلوقتي الزمالك شايف ان في احتياجات فنية. بعض الاراء كمان جوه الجهاز الفني قال لك لا انا عايز مدافع يعوض غياب الونش، وعايز مهاجم، وممكن نميل كمان ان احنا نجيب باك رايت. طيب مين المدافع؟ المدافع خلاص محمود شبانه، وفي بند قطع اعاره، فبنسبه كبيره خلاص محمود شبانه هيكون في يناير موجود. طبعا. مين المهاجم؟ الزمالك بيتحرك في ناصر منسي. هم شايفين ان مفيش مهاجم محلي مميز، ودي ازمه ان انت ما عندكش حد تختار منه. انا ما اجيب مهاجم محلي ما عنديش. فالمهاجم المحلي التحرك نحو ناصر منسي. هل نادي البنك الاهلي؟ نادي البنك الاهلي متمسك بناصر، ومن السنه اللي فاتت كان متمسك بناصر، لكن الزمالك مش عايز يفقد الامل، قال لك نحاول، عشان الزمالك حتى الان ما استقرش على مهاجم افريقي. عزيز. بعد رحيل زكريا الوردي هم مستقرين في الجهاز الفني وفي اداره الكرة على ان التدعيم بالمركز الافريقي الخامس او باللعيب الافريقي الخامس اللي هيجي انه يكون مهاجم. مهاجم او وينج بس، يعني يقدر يلعب مهاجم، لان هم شايفين ان عندهم ازمه. بعض الاراء جوه الجهاز الفني كريم اتكلمت في حاجه، طب ما انا احاول اشوف عرض لتسويق سيف الجزيري. سيف الجزيري لسه لعب كاس عالم، احاول اطلعه في يناير، بس في الحاله دي لو انا جبت مهاجم وهقدر استفاد بيه ان هو اللي يشارك. ابرز مركز هو تدعيم خط الهجوم.